السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نضغط على زر المنيوم من الريموت، تظهر قائمة، نضغط على التركيب، وبعد ذلك نختار قائمة الترددات، نضغط على زر إضافة الموجود بالريموت باللون الأحمر أو حسب اللون الموجود، ونقوم بإدخال التردد وهو 107.28 مع معدل ترميز 27500 مع استقطاب أفقي. نضغط OK، وبعد ذلك نضع علامة صح أمام التردد، ثم نقوم بالضغط على زر بحث الموجود بالريموت باللون الأزرق، ونبدأ بعملية البحث عن جميع القنوات، ونقوم بحفظ البيانات.